حياكم الله وبياكم. سالفتنا الليله من الاساطير العالميه المشهوره اللي تحمل معنى ومغزى وفيها حكمه وربما مرت على بعضكم لكن من باب التذكير. في غابه من الغابات اللي في افريقيا اللي مربع وربيعها دايم مرت من المرات الحيوانات يعني تمشى فيها الربيع مستانسه والحمار يغني وجنبها كالنمر. الحمار قال للنمر ما لاحظت معي ما شاء الله ذا العشب الأزرق. قال له النمر العشب أزرق هل العشب خضر؟ قال الحمار ومن متى العشب صار لونه خضر؟ العشب طول عمره لونه أزرق. قال أنت النمر وفي عشب لونه أزرق؟ المهم تهاوشوا، هذا يقول أزرق وهذا يقول خضر. بالمناسبة ترى الحيوانات يقال إن ما عندها ألوان ما عندها لونين أبيض وأسود. قالت المسألة بينهم ويبدو لي أن النمر تنمر على الحمار وقام يتريق، فالحمار ضاق صدره وراح يشتكي على الأسد. قال فكني من النمر. قال الأسد للحمار زهلة نادى النمر وبحكم بينكم. الحمار والنمر عند الأسد والنمر يضحك على السالفة، وقام الأسد على طول حكم عليه على النمر إنه ما يتكلم ثلاث ليالي. قال النمر خير إن شاء الله، ليش؟ قال أقول لك انتبر. والحمار ما صدق إنه حكم له، وقاموا ينقز في العشب، العشب لون هزل. قال أخيرا تحيا العدالة ومن ذا الحدسي. فالحمار التفت النمر للأسد قال خير إن شاء الله، وراك حكمت علي وأنت تعرف إن العشب لونه خضر. قال حكمت عليك لأنك منزل مستواك لمستوى الحمار، ها أنت السباح. مع وسائل التواصل الاجتماعي الإنسان ينزل مستواه لهالنوعية من الناس. ما ودك تجادلهم، اعرف مكانتك وعرف وضعك وعرف قيمتك، لا تصير مثل خوينا ذا. السلام عليكم.